أتتني بعض التعليقات عن كيفية و أتتني بعض التعليقات لكيفية وطريقة عمل تغبيش لجزء معين من الفيديو أو الصور بواسطة تطبيق كين ماستر. إذا نقوم بفتح تطبيق كين ماستر بشكل عادي، ثم نقوم بالضغط على مشروع جديد من هذا المكان، وهنا تختار المقاس والأبعاد الخاصة بالفيديو الذي تريد. فأنا على سبيل المثال أريد رفع هذا الفيديو على اليوتيوب بهذا الشكل، إذا سوف أقوم باختيار 16:9. وإذا أردت رفع هذا الفيديو على التيك توك أو اليوتيوب بشكل شورتز، إذا سوف أقوم باختيار 9:16. إذا بالنسبة لدي أنا الفيديو يعني مصور على هذا الشكل، إذا سوف أقوم باختيار 16:9، وبعد ذلك أقوم بالضغط على إنشاء. إذا سوف تظهر واجهة كين ماستر على هذا الشكل كما تشاهدون. إذا هنا تختار مكان المجلد الموجود فيه الفيديو وكذلك الصور. إذا على سبيل المثال سوف أقوم يعني باختيار كاميرا، ثم أقوم يعني باختيار صورة وفيديو كذلك للتجربة. كما تشاهدون قد تم وضعه في هذا المكان، وبعد ذلك أقوم بالضغط على إكس هذا المكان. إذا كما تشاهدون لقد تم وضع فيديو وكذلك صورة. الآن سوف نقوم يعني بتغبيش هذا الجزء. إذا سوف نقوم بالضغط على طبقة من هذا المكان، وبعد ذلك نقوم بالضغط على فيكس لهذا المكان كما تشاهدون فيكس. إذا نقوم بالضغط على التأثيرات الأساسية أو نقوم بالضغط في هذا المكان. إذا سوف يظهر معنا خيارين، الخيار الأول فسيفساء والخيار الثاني التمويه الضغط. إذا سوف نقوم يعني باختيار الخيار يعني المكتوب عليه فسيفساء، سوف نقوم بتجريبه على الصورة، وكذلك سوف نقوم يعني باختيار التمويه الضبابي، سوف نقوم بإضافته إلى الفيديو. إذا كما تشاهدون لقد تم إضافة يعني الضبابية لهذا المكان كما تشاهدون. إذا يمكنني يعني تحديد الجزء فقط الذي أريد تعتيمه كما تشاهدون. إذا سوف أقوم يعني بتعتيم هذا الجزء فقط. ولزيادة المستوى يعني مستوى التأثير بشكل قوي، إذا سوف نقوم بالضغط على هذا الخيار، ثم نقوم بالضغط على إعدادات، وتأكدوا دائما من هذه الشعارات، ثم نقوم يعني بزيادة الحساسية. إذا كما تشاهدون قد تم إخفاؤه بشكل كبير جدا. إذا كما تشاهدون لقد تم إخفاؤه بهذا الشكل كما تشاهدون. ويمكنك الضغط في هذا المكان يعني لزيادة وضبط المكان الذي تريد يعني إخفاء فيه هذا الشيء الذي يعني تريد تتيمه. ويمكنك إضافة يعني تعتيم آخر في مكان آخر في الصورة. إذا سوف نقوم الآن يعني بإضافة تعتيم على الفيديو. إذا سوف نقوم بالضغط على هذا الخيار، ثم نقوم بالضغط على طبقة، ثم نقوم بالضغط على فيكس، والآن سوف نقوم ثم نقوم بالضغط على التأثيرات الأساسية، ثم نقوم بالضغط على التمويه الضبابي. إذا في الاختيار الأول اخترنا فسيفساء، والاختيار الثاني سوف نقوم باختيار التمويه الضبابي، وكما تشاهدون لقد تم إضافته في الأسفل. إذا سوف نقوم بسحبه، سوف نقوم يعني برفع هذا الخيار، ثم نقوم بسحبه إلى الفيديو. إذا سوف نقوم يعني بإخفاء هذا الجزء فقط.
ويمكنني كذلك يعني زيادة مستوى الحساسية كما فعلنا سابقا مع هذا التأثير. إذن سوف نقوم بالضغط على هذا الخيار، ثم نقوم بالضغط على إعدادات، ثم نقوم يعني بالسحب، وكما تشاهدون لقد تم تعتيمه بشكل قوي. ويمكنك كذلك يعني إضافة هذا التعتيم في مكان آخر، على سبيل المثال في هذا المكان نقوم بالضغط على طبقة فيكس التأثيرات الأساسية، ونختار هذا الشيء المرة فسيفساء كما تشاهدون لقد تم إضافته في هذا المكان، ويمكننا يعني تقليص المدة أو المكان الذي نريد. إذن وبعد الانتهاء تقوم بالضغط على هذا الخيار لاستخراج الفيديو وهو لا يخفى عليكم، ثم نقوم بالضغط على هذا الخيار، ثم تختار يعني الجودة 1080 HD 720، يعني تختار الجودة المناسبة لك، وبعد ذلك تقوم بالضغط على حفظ كفيديو. إذن أحبابي في الله لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل ميزة الجرس حتى تتوصلوا بجميع الشروحات في المستقبل.